مرحبا. يبدو أنه كيكي تشالنج بعده ما خلص برغم كل القوانين والإجراءات الصارمة اللي أخذتها عدة دول لوقف هالتحدي، ولكن ثلاث شباب من الهند قرروا مش بس يكفوا فيه وإنما يرفعوا مستوى التحدي، وبدل الرقص من السيارة قاموا بتصويره من داخل محطة قطارات والقطار عم يمشي ليتجاوز الفيديو الخاص فيهم 1.5 مليون مشاهدة، كونه الأول يلي تصور من داخل قطار. ولكن للأسف الفيديو وصل لقاضي محكمة قرر معاقبتهم على هالتصرف بطريقة ملفتة جدا، وألزمهم بتنظيف محطة القطارات يلي كانوا عم يصوروا فيها لمدة 3 أيام متتالية. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. Paisa puchal jao bhi. Are you kar kar kar. Kiki, you know me. Are you riding? Are you kar kar kar. Are you kar. Are you dance kar. Are you dance kar. ومن الهند مننتقل للولايات المتحدة مع موظف بشركة طيران قرر ينتحر بأغرب طريقة ممكنة، وسرق طيارة من المطار وأقلع فيها من دون إذن وصار يتجول ويقوم بحركات بهلوينية على جزيرة مجاورة للمطار، الشيء اللي خلق حالة بلبلة وذعر أمني لدرجة انطلق وراء مقاتلتين لم لحقته، ولكن ما قاموا بإسقاطه وإنما تحطمت في الطيارة لحالة بعد فترة وجيزة من التحليق. لا تنتشر عدة فيديوز عن طيران هالطائرة على علو منخفض من سكان البلدة بالإضافة للحظات إخماد الحريق من بعد تحطمه. أما آخر أخبارنا فهو مع ميزة ممتعة أم فيسبوك بطرحها على منصة التراسل الخاصة فيه، ورح يصير بالإمكان إجراء محادثات فيديو بتستخدم تقنية الواقع المعزز واللي رح تمكنهم من لعب عدة ألعاب باستخدام وجههم فقط. وطبعا هالتحديث الجديد هو بهدف تعزيز محادثات الفيديو وتفعيلها بشكل أكبر. وقبل ما أختم بدي بشر جميع محبي الإيموجيز عن وصول 55 إيموجي جديد على 2019 بيعكسوا الأزواج بين الأعراق المختلفة بتمثل لخمس ألوان للبشرة من الجنسين، مع خطط بالمستقبل لخلق إيموجي محايد جنسيا. ومع هالخبر أنا بدي ودعكم وأتمنى لكم نهاية أسبوع ممتعة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك تويتر إنستغرام سناب شات، وعلى أكيد ما تنسوا تتاج أند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتابع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.